المشاهدون الكرام في كل مكان، آخر فقراتنا لهذا اليوم من 24 جيرات، فقرة ركن الفنون اللي من خلالها حنتعرف أكثر على الشاب عوض. محمد عوض هو مصور ومخرج أيضا، وارتباطه بالتوثيق خصوصا في أحداث ثورة ديسمبر المجيدة. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك أستاذة، ومساء الخير على جميع المتابعين المشاهدين. حبابك عشر، ويمكن تجربة التصوير عند أي زول قد تكون في البداية هواية، لكن بعد ذاك لما يكون في هدف واضح لسير الشخص من خلال ممكن نقول هوايته وارتباطه بذكريات وتفاصيل معينة، ويمكن أبرز اللي هو كانت أحداث ثورة ديسمبر المجيدة. طيب، في البداية نترحم على شهداء الثورة والمجد والخلود. و الثورة كانت عبارة عن نقلة في حياة أي زول، فكل زول بيشارك بحاجة، فإحنا حاولنا نشارك بمادة تبقى لنا ذكرى وتوثيق للحاجة دي. فكانت ياهو ده واجبنا تجاه الثورة. أكيد ده هو واجب عند أي زول سوداني، سواء كان متخصص في مجال أو ما عنده أي تخصص، اللي هو تفاصيل ممكن نقول الوطنية، لكن إذا بقت اللي هي تفاصيل مهنية ورسالة أنت حابب توصلها من خلال اللي هو التصوير، التوثيق أو الإخراج، شنو الأهداف السامية اللي ممكن تكون عن أي زول مصور أو مخرج ممكن نقولها للعالم؟ طيب، أي مهنة لازم يكون في محتوى، في رسالة معينة الزول بيوصلها. فالرسالة إحنا هي يعني بتحاول نعكس جانب مشرق للوطن، نحاول نحبب الناس للوطن، لأنه دي الحاجة إحنا فاقدينها، فبنحاول نصر أي حاجة بصورة جميلة حبب بها زي ما قلت لك الوطن، حبب بها المتلقي الخارجي، المتلقي الداخلي، نحاول زي ما قلت لك نعكس صورة جميلة. طيب، الرسائل مختلفة، وأكيد لكل تخصص رسالة معينة، دعني نعرف أكثر. عوض محمد تخصص في شنو في مجال التصوير؟ والله أنا في خريج جامعة الرمان الأهلية، ففي البداية كان ما عندي تخصص معين، كان الموضوع مجرد هواية. فلقيت الموضوع يتطور معي، كان بتذكر 2016. أيوة. كنت نزلت معيد برامج، كنت في قناة الرمان، فالوقت ده انا بصور فوتوغراف، كنت برضو مساعد معيد في قناة الرمان. فمن هناك اكتشفت انه انا عندي حاجه شويه كده، في حسيت انه الاخراج يعني ملت له شويه، لقيت اني انا نفسي في الاخراج بميل اكتر. الحاجه دي طبعا يعني استلهمتها من اخونا احمد الشكيلاي، ارسل له التحيه من هنا. تحياتنا. لكن هو اكبر منك ولا اصغر منك؟ لا هو اكبر مني بكثير، انا صغير شديد. تحياتنا. تحياتنا له. فلقيت انه انا يعني بميل للبرامج ذات المحتوى الهادف الفور رساله. بديت بانه انا انتج لي مواد على السوشيال ميديا، حاجات فيها يعني حاجات اجتماعيه، بعرض قضايا اجتماعيه وقضايا مجتمعيه وكده. بعد ذاك طورت الحاجه دي، كان انا خريج، كان جاب برلوم برهومي، فكان بصور بالتلفون، فقمنا قعدنا بالكاميرا بقينا ننتج حاجات. فبعد ذاك يلا دي كانت التجربه الحقيقيه لي اللي خلتني اتطور في مجال الفيديوهات. بعد ذاك لقيت انه انا بجاي برضو مركز مع موضوع. طيب، احنا الان قاعدين نستعرض ذكريات اللي هي الصور انت التقطتها. دي ذكريات القياده. ايوه، دي تقريبا كانت اخر جمعه في القياده. دي اخر جمعه، ده يوم السقوط يوم 11. يعني واضح انك اي صوره متذكر اليوم. كيف لازم اللي انت التقطت فيه الصوره ونتكلم طيب شويه عن الصوره دي. الصورة دي كانت تقريبا في رمضان، 7 رمضان 8 رمضان. عمان ده كان واقف في السكة وقال لي يا أخي صورني. يا سلام، قال له جدا. فالصورة كانت جميلة، تونس معي ويتكلم معي عن الوطن، حب الوطن، وتقريبا من قدام المحاربين. فكان بيتكلم عن حب الوطن والتضحيات اللي قدموها وكذا. قلت له انتوا قدمتوا تضحياتكم، احنا تضحياتنا ان شاء الله كان نقدمها بالمادة بالعمل الفني بكذا. طيب، بقية الصور نشوفها. بقية الصور دي كانت الذكرى بتاعت 30 يونيو. أيوة، دي في الصحافة. الأطفال برضو لو لاحظت كانوا بشكل كبير جدا. الأطفال كان عجبهم الحدث جدا، لأنه كان بالنسبة لهم نقلة. إحنا لما كنا صغار ما كان في حاجة زي دي.
يمكن الطفل هو دليل لغدا. أيوة. ممكن نقول مستقبل مشرق. فالتقاطك للصورة بيدل على أشياء كثيرة جدا. أيوة. دلالات شنو تحديدا؟ دلالات إنه المستقبل إحنا بنحاول إحنا يعني صراحة ظلمنا. فإحنا بنحاول الجيل اللي بعدينا نحاول يكون يعني نربيه وطنيا نخليه يحب البلد. فعشان كده كان الأطفال هم ليه هسه اللي بترس الشوارع الأطفال اللي بيحتفلوا بالثورة أطفال حافظين شعارات الثورة حتى هم أكثر الناس جملوا لنا يعني واحد من الأطفال يقول لك شعار الثورة بيجمل لك الحياة دي شديد فأنت بتكون مبسوط وبكون مبسوط فالحياة بتغذيه تربيه. يمكن دل واضح فيه اللي هو الكنداكات ودور المرأة صوت المرأة كان ثورة طبعا احنا كان لو مزق روسي طبعا ما كنا بنبدا المواكب والتوسيع هو خلاف الزغروته وممكن نقول الهتافات اللي هو ك ك ك ككيان معروف انه المراه هي ضعيفه خوافه فما في واحد كان متخيل انه تكون شجاعه المراه حاضره من خلال اعتصام القياده وبرضو التحيه لكل الكنداكات اللي هو صائده البومبان واللي الاء صلاح الآن أصبحت هي أيقونة للثورة والكثير منهم كان عندهم صوت واضح من خلال برضو الشارع والمنصات الاجتماعية فتوثيقك لهم ممكن يكون اللي هو فخر حقيقي فخر ورد جميل. أنا بذكر أيام المواكب يعني أغلبية أنا كنت بكون شايل الكاميرا ولافي فلما ليجوا مثلا ناس الجهاز كان أو يكون ساكن ناس الشرطة فكان أنا بديش أنظف الكاميرا اللي بيت نكون جارين في داخل الأحياء طبعاً بيفتحون البنات الأبواب حتى كما ذكر الكمامات يعني عندهم جميل عنها كثير في الثورة والثورة كانت عبارة عن جسم متكامل يعني المرأة والطفل والكبير والصغير كانت فأنا بعتبرها أي شريك أساسي جداً في الحياة دي. صحيح ويمكن دائماً أي حاجة جميلة ما بتحصل إلا يكون هنالك معيقات أو صعوبات وسواء انك قاعد في ساحه الاعتصام وبتوثق في الاحداث حمل الكاميرا بيكون صعب جدا علشان انت تلتقط صوره معينه لمشهد انت شايفه حابب انك توثقه. احكي لنا شويه اذا في ممكن يكون موقف مر عليك كان صعب لكن قدرت تتجاوز الصعوبه وتلتقط الصوره. اصعب يوم والله كان يوم 8 رمضان اللي هو كان الضربه بتاعت يوم 8 المجزره. أنا كنت بصور اليوم ده قلت أول يوم أجي في رمضان بدري قلت أجي أصور دار أوثق لي المادة فأول ما خشيت كان الضرب حاصل بتاع الضرب يوم 8 بدأ من الساعة 3 فلحد أذان المغرب كان ضرب بالخراطيش بس وهناي فبعد ذاك بعد المغرب حصل إنه إحنا قاعدين بنفطر ناس ضربوهم في الجامع بتاع هندسة ويو جارين كانوا كبار وصغار وشنو في الوقت ده بعد شوية الرصاص دور فأنا أول اثنين جنبي شفتهم يعني كان منظرهم بشع جدا فما قدرت أصور صحيح ما قدرت أصور الموضوع ده كان بالنسبة لي صعب شديد فدي أصعب حاجة أنا ممكن لقيتها أيام الثورة لكن خلاف كده يعني عادي كنا الواحد بيصور إن شاء الله بديت بيكون شايلين عدسات كبيرة الواحد بيصور من بعيد فده كان الموقف الصعب. الحاجة الثانية التصوير عموما خلاف الثورة كان أنت لما تصور في الشارع بتصور حياة الشارع وكده فكان بتلقى نفور من الناس عصورني مودي الصورة دي وين عايز اعمل كده. من بعد الثورة بقى التوثيق في الشارع بقى حاجة أساسية الناس بقت عارفة انه أهمية التوثيق بقت عارفة انه الحاجة دي يعني ما فيها حرج يعني زمانك يعني انا كان لقيت اي زول يعني بدنا صورة في الشارع صورتها زول انت بصورها منو انت منو انت شنو لكن بعد الثورة طبعا اي زول يعني بالذات ايام القيادة انت بتصور من طرف ما في زول بالعكس الناس بتكون حابة انها تتصور حابة انها توثق لنفسها توثق للثورة. صحيح ويمكن التوثيق هو بقى حاجة أساسية إذا كان في الذكريات الممكن تكون حلوة أو ما خلاف ذلك. برضو من الأعمال الجميلة اللي أنت قدمتها اللي هو إخراجك لأغنية بلدنا نعلي شانه. نعلي شانه. التحية أول شيء للأستاذ اسمه الموصلي ولروح نمساعد اللي هي أنا كنا بنتلاقى في القيادة جنبي. جنب الشاشة فقال لي يا عوض يا اخي انا عندي مادة انا طبيعي كنت بصور من ايام المواكب لحد يوم الليلة ما بنزل المادة الناس كانت بتنزل في صفحة التجمع وفي صفحة كان في مكاتب الثورة فانا ما كنت بنزل لانه قلت يا اخي ده بكون في يوم من الايام ارشيف اول مادة دي انا المفروض انزلها في حاجة تستحق فلما اتصلت علي روى قالت لي انا عندي اغنية ورسلتها لي عجبتني فكان اصلا الفكرة موجودة في راسي
كنت عايز لها حاجه، كنت عايز اعمل فيلم فيلم عن الاحتضان القياده العامه. فقلت يا اخي طيب مدام راس الله قلت لها نحاول الموضوع ده من فيلم سيناريو ولا سيناريو غنائي من سيناريو درامي. ف جل الفيديو بالشكل اللي طلع به ده ممتاز. لكن حرصنا منكم انتم كاتحاد المصورين باذن الله واكيد كل المخرجين انه يعملوا لنا فيلم توثيقي عن احداث الثوره والمسيره اللي قامت بها لغايه باذن الله ما نصل للعداله والسلام اللي احنا بنطالب به من السنوات الفاتت. حنشاهد مع بعض صوره اذا نتعرف برضو على الدلالات بتاعتها. دي حاجه بترمز لل يعني تشوق الناس كلها كانت مركزه مع الامام جدا اللي هي في احدى الصلوات صلاه الجمعه بالقياده تقريبا كانت اول صلاه دي. فكان كميه الشغف وكميه الحضور كانت حاجه جميله جدا. فحبينا نركز انه الهويه بتاعت الزول ده منفصل عن الناس فكان حاجه جميله جدا. الهويه منفصله عن الناس يعني قصدي لك الهويه بتاعت العلم انه هو يعني لابس العلم شامخ انه لابس العلم واقف شامخ باقي الناس اهي طبعا كلهم شامخين بس هو عشان دلاله الصوره انه واقف يعني صحيح. ردود الافعال ممكن نقول بقت واضحه شديد من خلال منصات التواصل الاجتماعي، هي بقت اسهل وسيله لانك انت توصل صوتك. ويمكن ثوره ديسمبر اصبحت هي في فتره الترند حول العالم مش فقط داخل السودان من خلال التوثيق وصور محمد عوض عفوا محمد. اكيد في ناس تواصلت معك سالتك عن اوضاع الثوره هي شنو من خلال صورك وتوثيقك والدلالات لكل صوره انت قاعد تلتقطها. كيف لقيت القبول؟ واكيد بيديك دافع كبير شديد انك تستمر. بخلاف الثوره عموما اي صوره حتى كان صورت سيلفي نزلتها بتلقى في زول بيدعمك، ده بحفزك انك انت تعمل. فانا ايام الثوره كنت بنزل ما شاء الله طبعا المصورين في بلدي كتار جدا وانا قاعد اتعلم منهم لحد يوم الليله. فانا كان صراحه بيلهموني مجموعه من المصورين اللي هم عباره عن قضايا يعني ما مهتم عن موضوع الاعراس والمودل ما مهتمين بالقضيه. فدي هم اللي بدوني الدافع يعني منهم سال كثيره فايز احمد كلاسيك مجاهد الرفيع يعني شباب يعني خسروا معدات بالشيء الفلاني مثلا في الجهاز في قبل الجهاز في القياده في الفط في كده. فانا لما نزلت كان بلدنا علي شان نزلت يوم 28 رمضان نزلتها بالليل 29 النت قطعه حصلت المجزره قفلوا النت فكان ما في حاجه في الميديا غير بلدنا علي شان. فانا كان يعني كنت اخاش النت فكمية الناس اللي كان بيرسلوا لي انه حصل شنو يعني بالليل كان الاعجابات حقت الفيديو كده ويا سلام وشغل جميل بالليل النت ما انقفل بقدر الافعال كلها في انه الناس بتبكي في انه يعني احنا قلنا اخوي خليك معي حقه السلاح اللي هي المقطع بيتكلم عن السلاح نحل لك قضيه بدون صوت بندقيه. فالاغنيه سبحان الله نزلت بالليل صبح المجزره فكانت فاجعه. فردود الناس كانت مؤلمه جدا يعني في التعليق كانت مؤلمه جدا. فكميه الحاجه دي عملت لي يعني ممكن ده طبعا اي زول كان عنده حاله نفسيه سيئه جدا صحيح. ف ردود الافعال الثانيه الايجابيه اللي كانت الناس في يعني في انه كل ما نزل صوره عن الثوره بالذات الناس اللي قاعده برا او قاعده جوا ما قادره تصل الاحتصام المواكب الكده ديل كانوا هم بيتشجعوا اكثر من الناس انه يعني الواحد بدل انا اطلع موكب ممكن اشوف الصور ممكن اشوف الفيديوهات صح. ممكن حيتوصل لي الرساله فكانت حاجه جميله جدا وهي اللي ادتني دافع انه انا ابدع اشتغل ثاني وثالث ورابع صحيح باذن الله. والرسائل كثيره شديد وانتم من خلال اللي هو منصاتكم او ممكن نقول من خلال التوثيق الرسائل بتصل لكن برضو ما زي لما تكون رساله مباشره من خلالك انت مريت بتجربه ممكن تكون من اهم تجاربك في مهنه التصوير او احترافيه التصوير. رسالتك لكل الناس اللي حابين اللي هو مجال التوثيق والتصوير وهذا الابداع بتكون شنو؟ انا رسالتي انه انت لو ما عندك هدف او عندك طموح انك توصل حاجه معينه او انت ذات تصل لحاجه معينه ما تبدا. لو الموضوع بالنسبه لك محطه مؤقته او محطه انت جيت مع الرباب بالصدفه ما انا بقترح اشوف لك حاجه ثانيه. الموضوع ده عباره عن رساله انت بتوصل رساله
رسالة محتوى لازم يصل لأي زول. الصورة بتترجم ألف كلمة. صحيح. أنا ممكن أقعد أتكلم ليه بكرة وممكن أنزل صورة واحدة تترجم ليه الكلام ده. صحيح. فالموضوع ده رسالة جدا. فأنا بقول لأي زول زي ما قلت إنه وصل رسالتك بمحتوى يكون مفيد. يعني أبعد عن الجانب السلبي وعن كده. فوصل يعني الناس بتقول إنه أنا لو وصلت وعملت حاجة قيمة أو عملت حاجة ما بتلقى مشاهدة بتلقى متابعة. لكن لو عملت حاجة فارغة ممكن تصل للناس. لا قاتل قاتل لحد ما توصل رسالتك. في النهاية رسالتك بتصل. صحيح. يعني أنا قبل الحاجة دي قبل بلدنا علشان اشتغلت كم حاجة عن الوطنية ما وصلت. لكن بلدنا علشان أنا وصلت الناس بقت ترجع للقديم. الناس بقت تحفظ ذاك الحاجة بقت تشوف أعمالك القديمة القديمة ما حتى عمل أنا. يعني الناس بقت يعني لاحظ الفيديوهات في الفترة الأخيرة كلها بتكلم قطعة عن الوطن. صحيح. زمان كان الناس بتغني لأغاني هامشية يعني حتى الفنانين بيقول هو لأنه كل فترة بيكون الجو مختلف والسوق برضو بيكون مختلف ومطالب الناس ذاتها عشان تسمع الحاجة أو تشوف الحاجة بتكون برضو مختلفة. فنحن برضو نخط العذر لأنه الفترة اللي كانت حاصلة فيها الأحداث بتاعت الثورة كانت هي ضرورية أكيد لأنه نحن نستحضر معانا ونستصحب معانا كل الود والحنان لوطننا الحبيب السودان وبإذن الله نحقق شعار ثورتنا حرية سلام وعدالة بإذن الله. وشكرا لك جزيلا وجودك الليلة ضيف معانا من خلال ركن الفنون المصور والمخرج عوض محمد. تحية لك لكل الطاقم العامل وربنا إن شاء الله يصلح على البلد ونشوفها إن شاء الله في مصافي الدول إن شاء الله.